دعونا الآن نتابع أيضا تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث حذر المكتب الإعلامي الحكومي من أن جميع مستشفيات محافظتي غزة وشمال غزة مهددة بالتوقف خلال أقل من 24 ساعة. وكان حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان قد ناشد المجتمع الدولي لإيقاف إسرائيل عن تنفيذ قرارها بإخلاء المؤسسة الصحية بالكامل من المرضى والطواقم الطبية. جاء ذلك في مقطع فيديو مسجل من قسم العناية المركزة. وينضم إلينا الآن عبر الإنترنت من دير البلح مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة. أهلا وسهلا بك سيد إسماعيل، فيما تتجه الأنظار إلى الشمال وخاصة إلى المستشفيات التي طلبت أو أمرت إسرائيل بإخلائها، أرجو أن تصف لنا الوضع بشكل أكثر دقة وتحدث لنا آخر المعطيات. نعم أختي وعد، يعني ما يجري في قطاع غزة وتحديدا في محافظة شمال قطاع غزة هي كارثة إنسانية. ما تحمل إسرائيل إذن انقطع الاتصال مع مدير المكتب الإعلامي في غزة. تفضل نسمعك الآن سيد إسماعيل، لو سمحت أكمل فكرتك تفضل. نعم تحدثنا نعم يعني نحن تحدثنا وقلنا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار جريمة الإبادة الجماعية الشاملة التي يشنها على جيش الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني، فإنه يستهدف القطاع الصحي ويهدف إلى القضاء تماما على المنظومة الصحية في قطاع غزة، والقضاء تماما على ما تبقى من المستشفيات التي تقدم الخدمة الأولية والرعاية الصحية الأولية للجرحى والمرضى ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق تحذير لكل المستشفيات في شمال في محافظة شمال قطاع غزة، وطالب هذه المستشفيات بالإخلاء فورا، وقام بإطلاق النار أيضا على غرفة إدارة مستشفى كمال عدوان. نتحدث عن 4 مستشفيات رئيسية، مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة وأيضا مستشفى الإندونيسي، إضافة إلى مستشفى اليمن السعيد وهو مستشفى فرعي يقدم بعض الخدمات لبعض الجرحى. وبالتالي دعوة الاحتلال الإسرائيلي إلى إيقاف جميع المستشفيات وإخلاءها تماما هذا يعني حكما بالإعدام على 400,000 إنسان يعيشون في محافظة شمال قطاع غزة. لذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يقوم بتركيز القتل والإبادة في شمال قطاع غزة وتحديدا في معسكر جباليا أو مخيم جباليا، هذا المخيم الذي يعتبر من أكثر بقع العالم اكتظاظا بالسكان. مع هذه الاستهدافات المتواصلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وبدون وجود مستشفيات هذا يعني حكما بإعدام على كل من يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه. لذلك نحن أطلقنا نداء استغاثة، طالبنا جميع المنظمات الدولية، طالبنا المجتمع الدولي بالتوجه فورا إلى هذه المستشفيات من أجل حمايتها وضمان استمرار الخدمة الصحية في هذه المستشفيات. إضافة إلى ذلك العديد من الأطباء والممرضين أطلقوا نداءات استغاثة سواء كان عبر مقاطع الفيديو أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبوا كل المنظمات الدولية بضرورة حماية ما تبقى من هذه المستشفيات من أجل ضمان تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية والطبية في محافظة شمال قطاع غزة، لأنه إذا توقف هذه المستشفيات فإن ذلك يعني حكما بالإعدام على 400,000 إنسان. اليوم جيش الاحتلال أيضا قام بمنع وإرجاع الوقود الذي من المفترض أن يصل إلى المستشفيات في محافظة غزة ومحافظة الشمال للمرة الخامسة على التوالي، وهذا يعني أن المستشفيات ستتوقف للأسف الشديد خلال 24 ساعة. الاحتلال يستهدف القطاع الصحي بكل الوسائل، إما بالتهديد المباشر أو بمنع إدخال الوقود إلى هذه المستشفيات، وهذا ينذر بتأزيم الواقع الصحي بشكل كبير. في أي سياق تضعون هذا الاستهداف الممنهج لكل مستشفيات الشمال تحديدا، ونحن نتحدث هنا عن 4 مستشفيات وحتى عن محاولة إيقافها بالقوة إما عن طريق الإخلاء أو حتى عن طريق منع الوقود من الوصول إليها؟ نعم هذا يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية وفي إطار الأهداف الثلاثة غير المعلنة رسميا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنوا ذلك بكل وضوح وقالوا أن لدينا 3 أهداف نريد أن نحققها من وراء حرب الإبادة الجماعية، ولكن هذه الأهداف غير معلنة.
ولكن هذه الأهداف التي أعلنوا عنها بطريقة غير رسمية، الهدف الأول هو هدف القتل والإبادة، حيث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام حتى هذه اللحظة راح ضحية حرب الإبادة الجماعية أكثر من 155 ألفا من الضحايا، سواء كان من الشهداء الذين تجاوز عدد الشهداء 41 ألف شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات، إضافة إلى أكثر من 10,000 شهيد من المتواجدين تحت الأنقاض وتحت البنايات المدمرة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، أو أكثر من 97 ألف من الجرحى والمصابين الموزعين والمنتشرين على ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة، إضافة إلى أكثر من 5,000 من المعتقلين والأسرى داخل سجون الاحتلال. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي حقق هذا أعلن عنه الاحتلال الإسرائيلي، فهو هدف التدمير، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير 15 قطاعا من الأطباء ومن الممرضين ومن الكوادر الصحية، إدخال الأدوية نعم. إذن الصوت يتقطع من المصدر، لكن بكل الأحوال السيد إسماعيل ثوابت إذا كان يتحدث عن أوامر الإخلاء التي وجهها الاحتلال الإسرائيلي إلى 4 مستشفيات في شمال قطاع غزة، مستشفى كمال عدوان والعودة والإندونيسي. سيد إسماعيل ثوابت هل تسمعني الآن؟ لأن الصوت كان يتقطع قبل لحظات. طيب إذا لقد فقدنا الاتصال بسيد إسماعيل الثوابت، وبكل الأحوال شكرا جزيلا له.